مشاهدينا الكرام وفي قهوة عربي مساء الخير مرحبا بكم في فنجان قهوة جديد. فنجان قهوة هذا المساء نترشفه بطعم العدالة التاريخية. هذا المساء نفتح ملف السيد الرئيس الطاهر بن عمار. اليوم نلتقي لكم نجلو السيد شادلي بن عمار ونتحدث عن مسيرة رجل الحقيقة قام وقد قام بالكثير لتونس قدم الكثير لتونس في فترات عصيبة لكنه ممكن لم تنصفه الظروف ممكن لاقى جزاء غير الأحسان الذي قدمه لتونس ذلك ما سنحاول أن نكشفه من خلال هذا اللقاء سيشيدي أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك وشكرا للاستضافة يا عايشك. ابسط حاجه انا الحقيقه في بالي ملف السياسيين في العهد البرجيه اغلقته مع برنامج شاهد وشواهد لكن سعيده اني نتوقف عند مسيره رجل بقامه وهامه الطاهر بن عمار السيد الرئيس مشاهدينا اللي تابعوا فينا اليوم كيفاش نقدموا لهم سي بن عمار الطاهر بن عمار ابدا النضال السياسي نتاعو سنه 1912 بالحذفه تاع الترامواي ثم يعطيك المراحل الهامة سنة 1919 التحق بباريس وتمكن من مقابلة الرئيس ويلسون ومدوا بمذكرة مذكرة في فيما يخص القضية التونسية هذا شيء هام في عام 1920 كان من مؤسسي الحزب الدستوري هو سي عبد العزيز الثعالبي احمد الصافي نعمان كاهيا محمد الرياحي احمد المدني الى غيرهم وعين من طرف الاصدقاء نتاعو باش يراس الوفد اللي ينتقل الى باريس باش يعرف بالقضيه التونسيه ناهيك كان وقت قبل ما يمشي الطاهر بن عمار لباريس في اي سنه تحديدا؟ في ديسمبر 1920 ال العملو... عملوا عملوا لائحه اللائحه هذه س... امضوا فيها ألف تونسي ألف تونسي يعني زعما الطاهر بن عمار ما كانش يمثل نفسه ولا يمثل أه... أه... الحزب فيه فانت في لا 10 من الناس ولا لا لا يمثل الشعب التونسي <applause> وهذا شيء هم. مم. واتصل برئيس رئيس مجلس الوزراء انذاك جورج ليغ، ثم مم. اتصل ب بريون، خاطر في الاثناء الحكومه تاع جورج ليغ فهمتي سقطت، وتعين اريستيد بريون، قدم له زاد نفس الشيء، اللي هما كانوا اصدقاء نتاعو. اصدقاء نتاعو عرفهم من من قبل من السنوات 1912 1915 الى اخره. <applause> فيما بعد صارت فهمتي مشاكل في الحزب، الحزب الدستوري سنة 1922 وانفصل عن الحزب. شنو المشاكل بالضبط؟ مشاكل فهمت سيتي ديلو تيستين. هنا اذا خلينا نفصلوا للساده المشاهدين بالضبط. نفسروا اللي علاش انسحب الطاهر بن عمار من الحزب ولا في عدة مشاكل فهمتي حين اذا يقول لك الواحد انا باش نضيع وقتي مشاكل مش... شنو ولا الامانه التاريخيه المشاكل مشاكل في التمشي في التمشي اللي أه. جاوا فما الناس اللي يقول لك لا انت طلبت ببرلمان وطلبت بدستور البرلمان هذا احنا ما يساعدناش احنا توا في فرنسا فهمتي هل... فهمتي هل... غاضبه على الشيء هذايا وتقول لك احنا فنتي كيفاش هذا من الناحيه القانونيه مش ممكن البرلمان مش اول مره طلب به في سنه 38 لا لا طُلِبَ به سنه 1920 معلومه جديده معلومه جديده و... و... ودستور هذا موجود في اللائحه موجود امم هنا اذا فالتمشي فنت... وحين اذا الوالد فما خرج غادر الحزب سنه 22 اي الى الى اي توجه التوجه مشى فهمتي عمل مرحله قصيره في الحزب الاصلاحي تاع صديقه حسن الجلاتي أه. الشيخ عبد العزيز علبي خرج من الحزب في 1924 ومشى فهمتي لتركيا حينئذ الوالد خمم وقتها باش يلتحق بالاطارات القانونيه اللي كان مستعرف بها من طرف الاستعمار اي الحجر في لحيه والمجلس الكبير وعرف كيف يستغل هالمؤسسات هذه باش يعرف بالقضيه التونسيه هو فلاح و... ب... مش ال... الفلاح. طبعا ف... فلاح طبعا فلاح باش يدافع على الفلاح مثلا اللي هما حبوا فما الوقتها فما عملية غزو الأراضي الفلاحية هنا إذا تصدى التهر من عمر الشيء هذايا ودافع تصدى كلمة كبيرة لأنه تم انتزاع الأراضي لا الفلاحية لا لا أبدا أبدا أبدا, أبداً. المعمرين ما لعبوا شيء لا, لا, في شي لا, لا قبله نحن. عادة هو قبله أي. قبله إن كان فيك أنا في عام 1930 فالمعمرين حبوا يقوموا بزحف على الاراضي الفلاحيه مزيد توسع يعني بالطبع والوالد تصدى للشيء هذا وانتصر في اخر الامر انتصر في اخر الامر واكثر من ألاف فلاح من صغار الفلاحين والمتوسطين أه. الفلاحين اللي هما كانوا معنيين بالامر فهمتي والحمد لله فهمتي أه ما تمكنوش المرابين المرابين والمعمرين باش ينتزع ينتزعوا الاراضي تاع علاش وقتها الفلاح الصغار اللي ما عندهمش شهاده ملكيه الى اخره وقت الارضي زاد حبس وفما الارضي تاع العروشيه وكذا الى اخره هذوما الناس ما نجموش ياخذوا قروض من المؤسسات الماليه والبنكيه حينئذ الناس هذوما يتوجهوا المرابين وياخذوا كما نقولوا احنا ميتال فرنك ويعمل اعتراف اللي واخذها 300 الف فرنك وعجز يعني عجز الناس هذو باش يخلصوا الديون نتاعهم واضح مع. الوالد تصدر الشيء هذايا وكون كون البنك اسمه الصندوق الصندوق لا كيس فونسيير الصندوق, الصندوق العقاري 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 <applause> يعني لمساعده مساعد صغار الفلاحين اللي مساعد واللي مد صغار الفلاحين بقروض بتسهيلات بنصايح إلى آخره وبالدفاع عنهم هذا الشيء ما تحصل عليه إلا خطر كان موجود صلب المؤسسات هذه اللي هي كان مستعرف بها من طرف الاستعمار المجلس الكبير والحجر الفلاحية يدخل طهر بعد المجلس الكبير فيما بعد, بعد. بعد. وسع يمثل تونس في المجلس الكبير في الجزائر لما تقابل مع جيرال دوغول في عام سنه 43 فهمتي ووضح للقضيه التونسيه لجيرال دوغول وقالوا لي تونس ما عادش تستحق باش تتحمل هذه لو تريتي فهمتي لو تريتي دو 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 انا الحقيقه فيما بعد في كل هذه فيما الايام قعدنا الحقيقه كنت عايشه مع طاهر بن عمار من خلال فن. هذا الكتاب اللي وضعته انت واللي كل تفاصيل دقيقه ومستفيضه رفقت حياه الطاهر بن عمار بالوثائق وكل شيء آه يعطيك الصحه مجهود يذكر فيشكر شكرا. لكن حبيت ناتي في الكتاب تورد انه كيف التقى السي طاهر بالجنرال دوغول سنه 43 في الجزائر وكان يمثل الوفد التونسي او آه ونصر وانتصر للجنرال دوغول مقابل والساندة. غريم الفرنسي اللي جيرو, جيرو, جيرو. آه بالفعل ولم ينس له ذلك الجنرال دوغول أبدا خمسة دو الساده المشاهدين بي. أبدا تقابل مع جنرال دوغول وقدم له القضية و... ولام وقت الجنرال دوغول قالوا كيفاش الشيء ذا فيما يخص باي لما نقصر باي فانتي آه آه عزلوه مشى يعني للغوات في 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 الجنوب الجزائري <applause> وكانت الظروف صعبه ظروف صعبه طلب منه انا وصلت مظلمة هنا وباش تصير رفع مظلمة يقول له أنا القرار ماهوش هو اللي خذاه جير اللي جيرو الى اخره وانما طلب الوالد قال في القليله نحسنوا الظروف نتاعو ونحطوه في مكان اللي هو يكون وتم نقله الى بو الى فيما بعد مشى <applause> مشى مش مكان ثاني ثم في في بو ثم في بو سنة 44 صار شيء هام تكوين الجبهة الوطنية من طرف الوالد في فيفري 44 كون الجبهة الوطنية اللي كان هو رئيسه والحبيب الريبة كتب عام وكانت فيها صالح كان فيها صالح بن يوسف وكان فيها حمادي بدر اللي كان اللي كان يمثل ال ال الجماع انصار المنصف باي كان فيها الزيتونيين وكان يمثلهم الفاضل بن عاشور كان فيها التهر الاخضر كانوا فيها ناس المحامي طاهر الاخضر الاستاذ المحامي طاهر الاخضر بحري فنتي الى اخره كانوا فيها ناس ممتازين جدا آه وكان الوالد هو اللي يرأس الاجتماع الاجتماعات نتاعهم الجبهه و... الوطنيه لماذا تكونت في تلك الفتره تحديدا؟ تكونت لتوحيد الصفوف ثم تكونت باش يتكلموا بصوت واحد باش يكون تكون عندهم مصداقيه لما باش يقدموا آه مطالب مطالب الفرنسا تكون المطالب هذه عندها ثقل فما فما مصداقيه فما جبهه كامله في الحزب الحر الدستوري في مرحلة أولى زاد الحزب القديم فما الاتحاد الشغل وجميع المنظمات القومية حينئذ كانوا يجتمعوا وأكثر كانوا يجتمعوا في مكتب التهر العمار بالحجرة في لحية الولاية ولاية تونس حاليا وكانوا يحدوا المواقف نتاعهم مع بعضهم والوالد هو كان يبلغ يبلغ السلطة الفرنسية على المواقف على المطالب إلى آخره نهاية كنا عام 52 لما المقيم العام أوت باش يقدم برنامج باش يقدم برنامج للباي باش برنامج اصلاحات وكذا علم به الوالد علم به البرنامج هذايا صديقه كان يخدم في السفاره فيكتور سيدفيرا انسان ممتاز عرفته شخصيا كان حامل الدكتوراه في القانون نبه الوالد قال له بالك فما باش يمشي للباي وشط منه الامضاء حالا على الاصلاحات هذوما الوالد وقتها جمع سي المرحوم فرحات عشاد والمرحوم صدق المقدم اللي كان مدير الحزب ذاك وتحدث معهم في الموضوع وقرروا باش كل واحد يمشي من شيرته ويقابل البي ويمشي ينبهوه على الشيء هذايا والوالد اقترح على البي وانه باش الموضوع هذايا باش يكلف به لجنه الاربعين اللي كان الوالد هو يراسها ونجم نقول لك انا الاجتماعات الاولى كلها صارت في دارنا في خير دين ف... أه الى حد الان من سنة عشرين بدينا نحكيه تقريبا إلى غاية وصلنا لاثنين وخمسين لم تأتي على ذكر اسم الزعيم بورقيبه وكان الرجل ليس موجود على الخارطه النضاليه او السياسيه في تونس ابدا ابدا كان العلاقه ما بين طاهر بن عمار والحبيب بورقيبه كانت علاقه متينه جدا هذا انا شيء عشته ولا سيما منذ 1944 لما تكونت الجبهه الوطنيه نعم وكانت العلاقه هي من قبل من, من لما روح الرئيس بورقيبه من باريس وكذا والتحق بصحيفة صحيفه دي تونيزيان كان يساند في 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 الوالد لما الوالد فانت لا يقرر اشياء ولا فانت يلقي خطاب في المجلس الكبير ويطالب بكذا ولا كذا كان هو يسانده. يعني طاهر بن عمار كان اكبر سنا كان اكبر سنا و... كان عنده مكانه اجتماعيه أكثر لأنه يعني من من وجهاء القوم من كبار الفلاحين طاهر بن عمار رئيس الحجرة الفلاحية يعني مر إلى رئاسة المجلس الأكبر الكبير, الكبير أو ال... يعني الرجل عنده وزن أكثر لكن في المقابل طاهر بن عمار هل كان يعني متوسم الخير في المحامي النشيط الحبيب لحبيب ما فماش ادنى شك الى اخر شو دقيقة. كان يقول على بورقيبه طاهر بن عمار؟ موجود في الكتاب وهو عندك المشاهدين تو طيب. انا قريت الكتاب وانت قريت الكتاب المشاهدين شو نقولوا لهم ماذا ذكر؟ في اخر المجال لما فانتي اقترح على لما قدم استقالته الوالد يوم 9 افريل 9 افريل 56 جاء الباقي قالوا كيفاش يا سي طاهر هذا مش ممكن مش تواصل قولوا لا لا توا احنا في عندنا مجلس تاسيسي وكذا الى اخره والمبدا الديمقراطي يفرض علينا وانه المجلس باش يقترح على سيادتك شكون باش يولي رئيس مجلس الوزراء. آه. وسيد حتى السيد الرئيس طلب من الوالد باش يواصل قالوا انا نحب نبقى ورشح نفسه يوم 8 ابريل فهمت بالفعل رشح نفسه رشح نفسه فهمتي كرئيس المجلس التاسيسي رشح نفسه كرئيس المجلس التاسيسي وقالوا وين يعني نحب توا باش نتفرغ للمجلس التاسيسي و لل هيكله الحزب الولد قدم الاستقالة نتاعو فهمتي والبي قال في اخر مجال قالوا شكون يا سي يعني بالنهاية الطاهر بن عمار انسحب وسيل حبيب بورقيبة يعني كان زاد في الفترة هذيك يريد الانسحاب ويكتفي يعني برئاسة المجلس هذا أهزيش. هو الشيء الموجود هذا الشيء الموجود في الفترة الأولى كان يحب يبقى على راسه هو أكبر دليل هو قدم نفسه لرئاسة يوم 8 أفريل بعد الاستقلال تحصلنا على الاستقلال يوم 20 مارس 56 و8 ابريل الجلسه الافتتاحيه لرئاسه الوالد وبحضور البي قدم الرئيس حبيب بورقيبه فانت ترشح شو اللي تبدل؟ اكيد انت بحثت وما شو اللي تبدل بعد ذلك؟ لماذا غير بورقيبه رايه؟ بخاطر قال نفسه قدام الامر المقضي الوالد قدم استقالته البي كان نفسه في موقف حرج كوفير قالوا شو لازم نعملوا؟ قالوا تعين الحبيب بورقيبه قالوا تضمن فيه؟ قالوا نضمن فيه شكثر من الكلام هذا قالوا نضمن فيه وعمل تصريح الوالد فيما يخص الخصائص تاع الحبيب بورقيبه كان حاليا هو من ابرز السياسيين مالكش مجرد و... انه نضمن فيه و يعني ذكر ذلك الوالد حسد بورقيبه وانه لانه بورقيبه يبدو لي مش بشضمن فيه أبداً. حتى لو كان شخص الرئيس طاهر بن عمار لانه يعني تراس الحكومه يعني حكومتين الوقتية. الحكومة. اي خاصه الحكومه اللي نقول احنا جابت الاستقلال هم زوج جابوا الاستقلال اي ما على مراحل الحكومه الاولى الحكومه الاولى انبثق منها الفريق اللي اللي تفاوض مع فرنسا اللي كان يرسل الوالد وفيه سي العزيز جلولي وسي نوجي سليم وسي محمد المصمودي الكل شاو ما عدا سي محمد المصمودي اللي ربي فرج عليه ربي يفرج وربي في انفاسه الناس فريق كان ممتاز جدا والفريق هذا وقام بالمفاوضات و في مرحله اولى مع الرئيس بونديس فرانس وبعد ثمانية وعشرة ونص سقطت حكومة مانديس فرنسا وجاءت حكومة إدغار فورني هو إنسان ممتاز <applause> آه، والاستقلال وال... الداخلي صار مع مع هو والإمضاء على الوثيقة تاع الاتفاقية تاع التونسية الفرنسية صارت مع الرئيس إدغار فورني <applause> فيما بعد صار استقل... فيما بعد صار قدم الوالد استقالته استقالته للبي سنأتي لذلك خليني نحوصلك كل هذه الفترة فضل. في الفترة هذه في الواجهة كان الطاهر بن عمار لكن على الأرض في الميدان لصيق بالجماهير يستقطب الناس يحرضهم يحركهم كان الزعيم بورقيبة وفي فترات كان في منفى كان زاد يعمل في لقاءات وكان فما محاورات وأنا نحب نكون اليوم أنصفوا معنا بن عمار لكن دون أن أظلم بورقيبة لا, لا أبدا أبدا كل واحد باش ياخذ حقه بورقيبة ما حتى حد ما يشك في في النظام نتاعو وانا هذا الشيء ذكرته بورقيبة قام فهمت انا كان المحرك لو دينامو المحرك تاع الحركه الوطنيه اكثرش من هذا وهذا عمره من عمره عمر من على ال... ال... هذا يبقى فما فترات اللي هو بحكم اللي هو موجود موجود في لا في ليل دا جاليت ولا موجود في في كذا ولا اخره في المنافي بالطبع ما كانش على الساحه. بي. انت تورد في الكتاب في اخر الكتاب تقول الطاهر بن عمار يحمل عقيده راسخه ان التاريخ سينصفه وتورد م. مقوله لسوفوكل فانه لابد من انتظار المساء حتى نقول لقد كان اليوم جميلا. وهو كده. فلا يمكن ان نحكم على حياه المرأة قبل وفاته آه لي الحقيقة أه كنا مع بعض نتابع مباشرة في قصر قرطاج منذ أيام يعني الأحد الماضي أه تحديدا بضبط أسبوع توا خطاب السيد الرئيس الباجي قايد السبسي أه الذي أنصف الطاهر بن عمار من خلال خطابه وكذلك رد الاعتبار لشخص طاهر بن عمار الرئيس طاهر بن عمار وكذلك لمجموعة أخرى من المناضلين ورجال الحركة الوطنية احنا كان اللقاء هذايا تحديدا المشاهدين كان سيكتب له ان يبث الاحد الماضي طلب مني سي شادلي قال لي طلب مني ان لا اتحدث في وسائل الاعلام هذا الاسبوع انتظر مفاجاه لعلها تنصفني وتنصف العائله هل انصفك خطاب البيجي قايد السبسي؟ انا شخصيا ما نصفنيش ما طلب شيء ما طلبت الشيء اللي طلبته للولد و... وسيد الرئيس مشكور مشكور فهمتي لاول مره لاول مره منذ سنه 57 57 هو العيد ميلاد الاولاني تاع الاستقلال منذ سبعة 57 اسم الوالد ما تذكرش وغيب تماما وغيب تماما من تاريخ الحركه الوطنيه وغيب تماما من الكتب التاريخ في الاجتماعات الرسميه الى اخره. لكن المشكل مش مجرد نكران لاسم الطاهر بن عمار، المشكلة كانت أكبر من ذلك البرجبيون يقولوا أن بورقيبة في تأسيس دولة الاستقلال أراد أن يؤسس دولة القانون وأي تجاوز قانوني حتى لو قام به الرئيس طار بن عمار يجب أن يحاسب عليه خلينا نعطيه للسادة المشاهدين شنو هو اللي خطر أكيد والدينا الكل يقولون وتوا حتى اللي يشاهدوا فينا يقولوا اليد اللي وقعت وثيقة الاستقلال جين هار في خلال ما سنه تحطت في يد المنوت الكبالة م. الكبالة وهو كذلك ولي حتى له وقتها ال سي زهير بابو زوج العالية بابو الله يرحمها وكان كوميسار وقتها في, في المرسل لما توقف الوالد حب حطوا الكبالة قالوا له حتى فريد اليمين هذه اللي على وثيقة الاستقلال قالوا يا سي تهر عذرني راني مأمور مأمور طلبوه باش يعمل الشيء هذا ربي سامح الشيء اللي وقع ما كانش متوقع بالمرة العلاقة ما بين الطهر بن عمار والحبيب بورقيبة كانت علاقة متينة وكانوا أخوة عبارة على أخوة أه، كيفاش نعبر عليها باللغة العربية سيدي دي فرير سبيريتويل ابسوليمون كانوا متفقين عندهم نفس الرؤية نفس الرؤى نفس البرنامج نفس التمشي حين اذا طاهر العمر للحبيب الربيع كان مسانده يوميه كما مسند الحبيب بورقيبه اللي بن عمار كانت مسانده اللامشروطة هذا الاستقلال اللي جاء بالنسبه لك انت بالنسبه لعائله الطاهر بن عمار ماذا اضاف لكم اضاف لتونس اكيد شرف كبير شرف كبير مش تحب اكثر من هذا هذا الانسان قاد المفاوضات وقع على الوثيقتين اهم وثيقتين في تاريخ تونس وثيقة الاستقلال الداخلي، وثيقة الاستقلال التام، ثم بعث المجلس التأسيسي، هذا الكل طار بالعمار، وأصدقاء بالطبع مش وحده، الحكومة نتاعو، ما هو كان يرأس الحكومة. نهيك وأنا فهمت لما بشي في الحكومة الثانية لما مشى لباريس باشي كقايد الفريق معاه وقتها السي الباهي لظم، السي موجي محمد المصمودي. le président Habib Bourguiba Au moment où la délégation tunisienne s'apprête sous votre direction à livrer la bataille de l'indépendance complète de la Tunisie, lui écrivait le leader Habib Bourguiba dans son télégramme en date du 25 février 1956. Je vous félicite, ainsi que tous vos collègues, pour la nette déclaration qui fixe les bases des négociations. Je vous souhaite

وثيقه متبادله وتجاوب حينئذ صار الـ الاستقلال صار اكيد استقلال. المكان فما الوطنيه قدمت الحقيقه وكتب التاريخ مليانه بالحديث عن الاستقلال باستثناء الاسم الطاهر بن عمار على ذاك اليوم ما نستكثروش على الطاهر بن عمار نحكيوا عليه 50 دقيقه صار الاستقلال وتنحى واستقال استقال ما تنحاش استقال قدم استقالته يعني سحب مساحه سياسيه لا 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 لا, لا باش نعطيك عيشك هنا معلومه تاريخيه، أول مرة في تاريخ تونس أول مرة في تاريخ تونس رئيس مجلس وزراء يستقيل ويسلم مقاليد الحكم للسيد اللي باش يخلفه اللي هو وقتها كان حبيب بوبيبة أول مرة في تاريخ تونس هذا شيء هام يظهر لي اما تنحى تنحى واستقروا سي دي سينونيم مرادفات سي شادلي كي آه <applause> بريتا <applause> يكيفوك ريست في بيته لكن كان دائما عنده ذلك في بيته عنده المكانه نتاعو هو 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 نائب في مجلس المجلس التأسيسي المجلس التأسيسي ورئيس اللجنه الماليه م. هذا الشغل في بعد الانتخابات يعني بعد بعد رئاسه الحكومه مرتين و به كان رئيس لجنه الماليه وعضو في المجلس التاسيسي يراس لجنه الماليه هذا واضح خلينا نوضحه للساده المشاهدين آه ذات ليله الشرطه تداهم منزل الطاهر بن عمار في راس الدرب صحيح في الليله ليلة <سؤال> ليلة خلينا نقول ايوه ال 7 مارس 2 زور دي ماتان زعما في 7 مارس اون كل اني؟ مي اين سنة؟ 1958 1958 اي في ما بين ليلة 6 مارس ل 7 مارس في الماضي ساعتين تاع الصباح فهمتي الباب يدق الوالد هبط يحل الباب يلقى مجموعة منهم هذا سي زهير بابو ما يعرفوش كلهم مش لابسين الزي تاع الشرطه قالوا بالله يا سيد تهر تنجمش ترجع لنا الصندوق اللي امنته عندك جودة زكريا زوجة الشاري قالوا انا ما عنديش علم بالصندوق هذا شي الخرافه هذه قالوا لا راهو تاكد السيده جوده وانه سلمتك صندوق لا أبدا جيبها لي تقول لي الكلام هذا قدام وكانت موجوده مش بعيد جابوها قال كيفاش انت لي حاجه قالت له لا لا تسامحني يا سي طاهر مش لي كنت راهو سلمته راهو سلمته للزكيه زكيه زوجته زوجته عيط للوالده واستفسر منها الموضوع بحضور الامن وقالت له صحيح هذا يوم 15 مايو 1955 قبل ثلاث سنوات 1955 وقتها عيد العرش عيد العرش مشيت الوالدة وانا معاه وقتها انا معاه صغير فهمت معاه مشيت معاه فهمتي القصر قعدت في السياره بالطبع مشيت الوالده فهمتي قدمت التهاني نتاعها فهمتي ورجعت لما باش نمشي لا الجوده بدات تعيط لوالدتي وقفت وحطت جات عطاتها صندوق قالت شنو هذا قال له هديه قالت لها راهو ستار ما يحبش كذا والى اخره قالت لها لا مش هديه راهو هذه امانه وانا الوضع نتاعي راهو وضع فهمتي صعب توا راهو سي الشادي حبي يطلقني وهذايا راهو شيء نتاعي انا معناها نحب نأمنه عندك يومين ولا ثلاثه وجاتها علاش يحب يطلقها الشادي بي خنوضها ها باش نقول لك علاش ها باش نقول لك علاش وقت ال كيفاش كان يصير تعيين البي لمحال فما البي الكرسي وبي لمحال ياخذوا اكبر واحد بي لمحال ف... ولي العهد وهو كذلك وهذاك ياخذوا اكبر واحد في العائله تاع الـ الحسيني ينجم يكون قريب كما ينجم يكون بعيد عن البي والحلم تاع البي وتاع الشاذلي بي ابنه تاع لمين باشا بي باشا بي وابنه الشاذلي هو هو الكبير في الأبناء تاع الشديبي، بي، تاع لامين بي. الحلم تاعهم أنا وكان في تيران باش يبدلوا القانون الوراثي. ما عادش الأكبر واحد في 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 العائلة زعما في العمر، وإنما باش يولي من بول اللد هذا ال هذا الحلم نتاعهم هذا الشيء اللي يحبوا كانوا يوصلوا الحبيب بورقيبة ما قبلش الشيء هذا الطاهر بن عمار ما قبلش الشيء هذا ااا أه وانما البرنامج هذايا فهمتي حب ينفذوا لامين باي مع المقيم العام انا ذا وقتها وزار جاء فهمتي هذا بعد وتكلوك. سي صالح بن يوسف كان موافق على الموضوع هذا يبدو حسب ما يذكر في كتب التاريخ صحيح صحيح وهذا اش قال لي انا شادي بي قال لي سي صالح ماشي معاه في الفكره هذه وقالوا ما نهار اللي ناخذ الاستقلال دي نشوفوا كيفاش الموضوع هذا نعالجوه لكن هذا ديما خلينا نعطيو ما لله أه لله وما لقيصر لقيصر يعني لمين باشا بي كان مساهم والى يشد من ازر الوطنيين وكان كانت عنده مواقف عنده مواقف شوف, شوف. كانت عنده مواقف آه شجاعه ما ننساش كان يخم على العرش نتاعو وشاف شنو اللي صار لموسف بي هنا اذا هذا قاعد الموضوع هذايا كان شاغل له باله يمشي على البيض نقول واحد يمشي على البيض فهمت لو كان عنده يراعي في الامور ما كانت عنده مواقف شجاعه ما فيش عندنا شك في مجلس الاربعين مثلا أه. مجلس الاربعين هذا ما نجموش نساو الموقف نتاعو الموقف نتاعو لما جاء طلبوا نجم نقول لك انا كان تسمحوا له تفرض الطهر من عماره على البيت بالفعل مش بيتي بخاطره بي هو حتى كان لقاءاته ما لقاءاته طيبة. مع لامين باشا باي كان ديما مشك... فما وسيط باش يقبلوا الشيء هذا صار لما طلبوا انه الوالد باش يولي رأ... رئيس مجلس الوزراء حينئذ نظرا للعلاقه اللي ما كانتش طيبه سي سليم مشى اتصل بالأمين بلامين باي ثم مشى له مره ثانيه ثم مشى له فتحي زوير فهمت <applause> اما المقابلات كانت تصير لانه انسان كانت عنده وظيفه رسميه انه رئيس الحجه الفلاحيه رئيس المجلس الكبير رئيس الجبهه الوطنيه رئيس مجلس 40 وقتها كذا حينئذ كان يتقابل مع البيمه امور في الامور الرسميه ما كانش فما ما هوش مخزن هو الوالد ما كانش ينتمي للطبقه هذيك اللي كانوا جياد وكانوا كذا وكانوا هم قريب للسرايا، ما كانش قريب لل ال الاتصالات نتاعو كانت في نطاق رسمي. دخلنا حديث في حديث. الوالد وقتها مشى للبي وطلب منه بعض شروط باش ينجم خاطر حكومه تفاوضيه باش يتفاوض مع الفرنسيس والبي وقتها هو صاحب العرش، حينئذ النفوذ الكل في يد البي. لازم لازم يعني صلاحيات لازم صلاحيات ولازم التفويض م. قالوا سينا حاجتي بالتفويض قالوا تفضل اعطاه التفويض وساندوا في التمشي نتاعو باش يطلب بالاستقلال الداخلي باصلاحات بي وبالاستقلال الداخلي ثم بالاستقلال التام هذا ما نجموش نكروه هذا لن ننكره ولكن موقع هو. الاستقلال الداخلي موقع وثيقه الاستقلال يعني يتهموا خاطر ما كملناش الحديث للساده المشاهدين تفضل تفضل في هذه الليله يعني بعد ما دهمت دهمتكم الشرطه مشات الوالده حينئذ واللي كان وقتها ما املته الصندوق هذا الوالد ما كانش على علم انه لا ما ابدا ابدا انه فما شهاده تاع الامن في الموضوع هذا فما شهاده تاع الامن وفما الشهاده تاع الأجودة اللي آه اللي قال اللي هو قال له امنتك لا وقتلوا له لا انا ما امنتش انا للصندوق هذا للستار امنته للزكيه والوالده فانت مشات وقتها امنت وهي بدورها عند خوها خاطر تعلي الوالده الامور هذه ما يحبهاش آه خذات الصندوق عند خوها في ثلاثه تاع الصباح ومشاو للداخلية للداخلية فهمت من غاديك توقفوا قعدوا نهارين ولا ثلاثة بعد كازوهم لل... للكذا ماذا كتبت الجرائد من الغد؟ ألعر. هنا شوف المسألة بارك الله فيك في السؤال ألور يوم 3 مارس وصارت أحداث سقيا السيد يوسف وكذا مه. وقاموا البوليس بتفتيش فماشي شكون عنده السلاح مخبي في داره وكذا وكذا وبالطبع فما واحد كان به الأشياء هذه بالسلاح القديم والى اخره واحد فرنساوي اسمه ارنست سبيتري كان يسكن في سانامبو وكان صديق لرأفة بي رأفت بي هو حفيد البي رأفت حفيد بي يقول اي رأفت بي يعني يقولوا رفات تربيجه هذه وانما هو ولد سي محمد سي محمد بي على ذكر سلوى باي حفيدة لامين باشا باي تقول سي رفات على ذاك الاسم رأفت رأفت باي ولا سي رفات باي لما توقوا القصر خذوا القرار وقتها باش ينحيوا الملوكيه وكذا خافوا البي خافوا مرتو بناتو خافوا يقول لك شكون مصيرنا غدوه الى اخره كان ينتزعوا منا ارزاقنا والى اخره لم ما ثمنه وخف وزنه وحطوها في حقيبه وقلفوا سي رفات اللي مازال موجود ونجم يعطيكم الشهاده يعني هبط أه؟ من جهه الشط ومشى قصد صاحبه هذا السيسبيتيري في الليل وقالوا عندي فليجة قالوا حتى فين تحب هنا نظرة للصداقة فأنت العلاقة اللي ما بينتهم وثيقة فأنت علاقة قوية ما إنو كانوا مغرومين الزوز بال... بالصيد البحري ومغرومين بال... 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 بالتصوير وإلى آخره فأنت كانت علاقة قوية واستثقوا كانش ما يزلوش الفليجة هذه وما كانش مسكرة بالمفتاح وحتى عنده في مكان ما كانش حتى يعرفوا فين السي هذا اس شو اللي صار؟ لما صارت هذه ال... احداث ساقي سيدي يوسف وقعد البوليس يلوج في السلاح فما ربما فرنسيس فرنسيس عندهم سلاح مخبينه في ديارهم مشاو دار درس بيتاري اللي يعرفوه هو السيد انا مغروم بالسلاح مشالو قالوا له عندك شيء قال انا ما عنديش قالوا عندي سلاح قديم فهمت لا على ديزي في سيكل جي بي تي ما عنديش الا السلاح اللي طالبينه انتم قالوا نجموا احنا كذا قالوا تفضل فليش فليش شنو الفليش قالوا انا ما نعرف حتى هنا واحد صديقي حلوا الفريجه يقعوا فيها السياق شنو هي السياق دي تعمل عندك قالوا هذه السياق جبهه لي سياره فات مش رفات قالوا سي رفات كيفاش قالوا لي راهو فيهم فيها وفيها طلبوا مني باش زوجة الباي وبناتها باش الذين منها والى اخره هذا بالنسبه لعائلة الباي عندك دخل السيد زكي بن عياد بن قالوا له تعرف شي تعلم شي فما صياغه اشياء ثانيه عند اشخاص اخرى قال انا نعرف اللي فما الأجودة زكريا جاءت قالت على الموت على الاحياء لازم نعلمك وانه امنت علمت رفض بي, بي, بي بالموضوع هذا وهذاك كيفاش هي ح... على هنا بشويه خلينا نكون واضحين علمته انها امنت عند زوجة الطاهر بن عمار صندوق فيه الاشياء اللي تبعتها وال... شخصي والمصادره سا... اللي فما ال... القانون يصدر يهم ارزاق زوجه البي البي بنات البي ولا اولاد البي مش الاسعار وهذا كان الشيء نتاعها الاسعار والكناين لا معنى ايوه م. هذا شيء فانت لا هي تنجم تامنوا عند اللي تحب هذا شيء نتاعها هي هذه حاجه ثاني حاجه نحب نلفت نظرك ليها باش نوريك اللي هي مؤامره يوم دونك حينئذ يوم 3, 3 مارس يقاوص هل... الحقيبه عند سي اسبيتري وفيها الصيغه تاع البيت حينئذ السي... هذه الحقيبه ما قاوهاش في دار الطهر بن عمار او يوم سبعة مارس في جريده العمل ثم مقال يخرج يقول وانه ال... 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 المجوهرات هذوما قاوم في حقيبه كبيره عند في دار الطهر بن عمار والقيمه نتاعهم 150 مليون حينئذ اذا خاطر خاطر في خاطر خاطر فما برشا ناس تقول انه كيف ما قلت لك منذ انه بالنهايه تونس دوله حديثه ومؤسسه حديثا ودوله قانون ومؤسسات هذا ما اراده لها برجيبة لا ما اراد لها الشعب التونسي الشعب التونسي من خلال فانت ال النواب المجلس التاسيسي هذا شحب، وهنا هذا من الناس كل إيه. حب وانما لذلك تم تطبيق القانون لا لا على ابدا لا لا ابدا فاش بن عمار فاش زوجته تطبيق القانون اللي آآ آآ زوجته خبات يعني لا الشيء اللي هو صندوق اللي هو تبع اولا طاهر بن عمار ما هوش ما عندوش علم بالمساله وما في داره ثانيا الصندوق هذا تابع جوده زكريا اللي هي زوجة الاستاذ والاشياء هذه كانت تبعتها هي زهازها ثانيا الـ لما الـ صارت الـ لما في, الـ في الـ لما عيطوا للوالد يوم 7 مارس مع العشرة تاع الصباح هز مع المحامين وهز مع الاصدقاء نتاعو الى اخره فهمت المجموعه مشات وطلبنا الوالد فهمت الصندوق هذا باش يتحل بحضور المحامين نتاعو بحضور عدو منفذة وحضور بحضور خبراء جاء وقتها شافوا اشياء بسيطه قالوا وقتها 400 دينار فيما بعد سي شادي الشادي باي يمشي في عند سي عبد الجليل التميمي ويصرح له يقول له الامور هذي كلها فارسو ما عندها حتى قيمه السياقه ماهيش صحيحه ف فم... هداها شادي باي ولا ما هي... جوده زكريا؟ لا, لا جوده زكريا جابتها هذيك زهازها هي ما فيهاش قيمه ما فيهاش قيمه, قيمة. علاش مهربتها عند مرت الطهر لا, لا. خايفه من باش يطلقها الشادلي باي وشادي باي كان ما هوش هي حاجه سهله كان يبحث عن ولي العهد لانه لم تنجب له يعني هذا هو هذا هو هذا هو حين نعلمك اللي الطاهر بن عمار انا ذاك كان يتمتع بالحصانه البرلمانيه لأنه انه كان نائب في المجلس التاسيسي هنا اذا ما كانش ينجموا يوقفوه وانما خرق للقانون هذه الدوله هذه اللي عملت القانون باش تحمي تا... بها الناس اول ما بدات بدات تخرق في القانون توقف الطاهر بن عمار فهمتي وهو يتمتع بالحصان البرلماني لكن في المقابل يقولوا انه في هذه في النقطه هذه صحيح لكن في المقابل يقولوا كانت المحاكمه عادله يعني صار أبداً. تم التحقيق معاه خليني تم حضور المحامين خليني نجاوبك خلين خلين تحديد جلسه خليني نيابه يعني لا كل, لا. ما كل ما كل مراحل المحاكمه العادله يقولوا كانت غير الدخل. صحيح مش بنقول شيء كلمه اخرى غير صحيح قول لا لا قلت غير صحيح أه لما توقف الوالد هنا اذا المساله هذه التهمه هذه ما مشاتش في 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 المحاكمه ما مشاتش والوالد الوالد والوالده عداوا خمسه اشهر ولا خمسه اشهر ونص في في الحبس موقفين راقدين على السيمان القانون يسمح هذا حالة السجون أنا ممكن لا لا أبدا أبدا القانون ما يسمحش بهذا وصار حرق مرة ثانية القانون وصارت تدخلات داخلية ومن الخارج إلى آخره اضطر يعني صارت اكيد صارت تدخلات كثيره خاصه انه الفرنسيين كانوا الى حتى بعد الاستقلال كانوا ينادون طهر بن عمار لو بريزيدون طهر بن عمار التوانسه والفرنسي والتوانسه جاوا جاوا المناضلين قانونيا اللي يحتفظ لما توا فؤاد المبزع كان رئيس رئيس الدولة اليوم عاش رئيس يحتفظ بال باللقب نتاعو هذا اليوم سيد الرئيس ويقعد الى ابد الابدين سيد الرئيس كذلك وإلى آخره كذلك دولة الرئيس فما دوله الرئيس والوزير يقعد وزير يقعد وزير تم في التقاليد اي في التقاليد تاع واطلق سراحه قبل 15 شويه عاد شويه عاد شويه عاد تقاو شو اسمه تسجن زج به في السجن هو و ولدي علاش بنا تهمه هي تهمه اولا تهمه هي, هي حكايه المسوق, المسوق. حكايه المسوق ايه بقى وخرق للقانون كما قلت لك من انه الوالد تمتع بس البرلمانيه وطلب محمد فرحات باش ترفع الحسن البرلمانيه ولم ترفع ابدا حينئذ بعد لما لم ترفع لانه اعضاء المجلس التاسيسي ابوا ان يرفعوا ما قبلوش شنو هذا؟ شو التصرف هذا؟ سي تون افير فانت كوزي دو فيل بلان قبلت محمد فرحات انت بعد ذلك شنو اللي قال اتركني قال هذا بتعليمات بتعليمات من الـ الـ الحبيب بورقيبه ورفيقته انذاك ما كانش زوجته كانش زوجته انا ذاك في 58 ايوا و اللي هي وسيله بن عمار وسيله بن عمار قلت له كيفاش زيتوني وتعرف اشكال المولى سبحانه لما كان يخاطب في داوود اخره قال لي انا راهو نجم انا نقول لا البرقيبه قلت له لا فما زوج من الناس قبلك انت قالوا لا ما نقبلوش احنا باش نرأسوا هل باش تصير المحاكمه هذه المحاكمه المظلمه المظلم هذه الى اخره ما قبلوش قلت وحين ايش برقي ما عملهم حتى شيء اما انت قبلت حينئذ اذا الموعد نتاعنا قدام المولى سبحانه قلت انت تعلم بان المولى سبحانه ما يسمحش في حاجتين هذوما الكبائر طهر بن عمار اتفضل الشرك بالله وظلم الناس ونعم بالله بالنسبه لطهر بن عمار خرج من السجن خرج من السجن ودخل في سجن النسيان استنى وبعديك صارت المحاكمة. صارت المحاكمة في غرة سبتمبر المحاكمة نتاعو خرج صار في أوت؟ نعم خرج هو خرج في 25 جويلية 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 ثمانية العفو يعني لا 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 خرج ما فماش عفو هنا خرج والمحاكمة مازالت ما صارتش. أي بالفعل علاش خرج في 25 خرج خاطر صارت تدخلات كيفاش ما, ما أنت تدخلات سيد. من عند شكون؟ من طرف مناضلين هنا في تونس من طرف الأصدقاء نتاعو في الخارج الى اخره يقول لك هذا إيش معناه؟ خرق للقانون كاش انت السيد تحب تبحث ويتفضل عندك ثلاثة ايام اربع ايام خمسة ايام كان تضح لي هو قام بجريمه حطه في الحبس وكان هو السيد هذا ما قامش بجريمه يروح لداره واضحه الامور الى يومنا هذا يعني احتفل بالعيد الثالث للاستقلال لتوقيع وثيقه الاستقلال في السجن الطاهر بن عمار الثاني حتى الثاني أي. الثاني صار في 58 أي. الثاني الثاني, الثاني في السجن السجن بالطبع احتفل بالعيد الثاني يعني عامين بعد ما وقع وثيقه الاستقلال بعدك في السجن هنا بعد ذلك على المحكمة الشيف دابت هو المسوق واتضح لي طار من عمار بريون والمسوق هو المسوق هذا تبع الجودة زكريا دونك المسألة ذي ما 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 قال كلتش قال هنا قالوا له قالوا انت انت مش متعاطف مع النظام مع النظام الحالي قالوا انت فماشي نهار صرحت اللي انت ولا انت طلبت بالاستقلال قالوا كيفاش وخذ الكلمه الوالد خذ الكلمه وعمل ينونفولي ليريك وذكر بالاشياء اللي قام بها وشكون فانت لا قام قاد المفاوضات وشكون وقع على الاستقلال وقامت هنا فانت اصغريت وتصفيق فانت اللي هو السي هذايا محمد ارتبك فهمت محمد فرحات وقال الوالد قال انا باش نرجعك للحبس قال له تفضل تحب ترجع للحبس قال له تفضل قال اما شنو نقول لك حاجه اللي يهمني هو هو الشعب التونسي الشعب التونسي بالتصفيق نتاعو بالصغيرة نتاعو قال كلمه الحق و الى برونسي سون فيرديكت سي سا سكي مانتيريس مانتا فورت فيرديكت أنصح. ثم الشعب. كيف ماكلاتش هذه الحكايه زاده داروا يفلي لازم يقاو حاجه لازم كاش ما لازموش يتهرب العمر كل السلامات جاوا قالوا اه فما هنا فما يفر قالوا طيب مرحبا اولا نعلمك من الناحيه القانونيه من الناحيه القانونيه احنا نتكلم قانون من الناحيه القانونيه الـ 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 الامور هذه الجبائيه ما تعليش في المحكمه استثنائيه تتعالج هي هذه فما لجنه تنبثق من وزاره الماليه وتصير في نقاش فيها الى اخره وكان يتضح للسيدة هذايا ما ما قامش بالواجب من ناحيه جبائيه يتخطى لا اكثر ولا اقل ماهوش المحكمه العليا مش من مشمولاتها مش من اختصاصها ثانيا خرق للقانون الثاني اللي هو التقادم الثلاثي التقادم الثلاثي يعني لا بريسكريبسيون <applause> ترينال هما رجعوا له 20 سنه لتالي وقال لهم هذه اشياء غالطه هذه الارقام كلها غالطه و... 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 وذكرهم اللي فما هذه التقادم الثلاثي بريسكريبسيون ترينال ما نجموش يرجعوا له فهمت على 20 سنه لتالي وطلبوا من الخبير اللي كان موجود انا ذاك قالوا هذا صحيح فما تقادم ثلاثي قالوا صحيح فما تقادم ثلاثي وفما شهاده تاع احمد الزرقاتي اللي قام بهالشيء هذايا قال لهم فما تقان ثلاثي وراه الارقام اللي هو سي طاهر رفضها وقال لي يا وكذا وكذا انا مانيش قادر باش نفسرها نظرا اللي هي فرضوها عليا الاداره فرضتها عليا وهذه الشهاده موجوده في الكتاب ومضات من طرفه هو هنا كيف ما قاوش حتى شيء جاء قالوا باه سيدي آه انت قلت هذه التقدم احنا في بدناش واحنا الارقام هذه ناخذوها بعين الاعتبار آه وتخطى وتخطأ وتخطى فما اختيار تلاقيت انا وياك وانت قلت لي دخلت وقيت الاجواء غير طبيعيه صحيح. في بيتنا وانت كنت صغير في اولاد طهر بن عمار 13 سنه عندي اي ودخلت وجاء اخوك اللي اكبر منك وقاعد يحب يفهمك الوضع صحيح. انه تم ايقاف امك وابوك صحيح جاء كذا باش الموضوع وكذا الى اخره قال لي لازم تكون شجاع وكذا قلت شجاع ليش من الحكايه هذه وما فهمتش شنو الناس الكل موجوده في الدار العباد كله وأمي مش موجودين مش 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 عادي الشيء هذا في الخلية امي هذا موجود قال لي راهو توقف توقفوا الزوز قلت له توقفوا شو توقفوا؟ قال لي توقفوا ظلما وكذا الى اخره ما لها حاجه سهله نمشي ونعمل الحبيب نشكي له هذا ايش قلت له؟ قلت له نمشيو ونعمل الحبيب في بالي هكا المسألة، قال لي راهو الزعيم هو اللي وراء المساله هذه قلت له كيفاش؟ حسيت السقف هبط لي في كراسي الحكايه وانا صغير وقتها مش فاهم حتى شيء كيفاش انسان اللي نشوف فيه البارح يوميا الرئيس في بريبه في الدار يوميا ونشوفه وكذا والعلاقه نشوف فيها علاقه طيبه اكثر من اللي تتصور فانت فما الى اكري زعما شيء عمره ما كان متوقع لا لا انا ولا الوالدي ولا ولدي للسياسه احكامها اكيد التاريخ ينصف وكانت لدى طاهر بن عمار عقيده راسخه انه سينصفه التاريخ بعد يعني ما قلتيش سؤال، لماذا هذا الكل؟ لماذا هذا الجحود؟ هذا شو نقول الجحود علاش؟ علاش اللي بريبة تقلب على طهر بن عمار؟ لماذا؟ لانه كان يخشاه حيا وميتا. حيا حب ينفرد بالزعامه على الساحه السياسيه. وقتها طاهر بن عمار هو قدم استقالته وهو ف... اللي اللي نصح الباي باش ياكلوا الحبيب بورقيبه وقال كلمته في الحبيب بورقيبه انذاك هنا اذا زعما ما عادش طرف ما عادش انسان منافس للحبيب بورقيبه والحبيب بورقيبه حقد عليه و وقل وقال لي لا انا الرئيس الحبيب بورقيبه اليوم 15 ماي 83 بالحرف الواحد هو في دار الحق وما نزيدش وما نقصش كلمه واحده قال لي ديتا سي طاهر، كو بورغيبال نوبليرا أبداً وأنه لن باردونرا أبداً هذا با نورمال، الشيء بالعربي، الشي بالنسبة لتونس قيادة المفاوضات والاستقلال جاؤوا على دين سي طاهر، ل... 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 صار الاستدعاء من طرف سيمونس بن كان مدير التشريفات. ما نذكرش قد قد في شهر ماي ولا جوان 86 وقال لي السيد الرئيس راهو يحب يقابلك لازم تجيه غدوه الصباح قلت له شنو الموضوع؟ قال لي ما نعرفش تفضل مشيت دخلت نقع في وسط البير واقف بالعكاز نتاعو مرايته وكذا هذوما شيء يخدم فهمت كذا في كذا وفي حاله غش كبيره قلت له احتراماتي سيد الرئيس قال احتراماتي انا احترامات قال لي انت احترمت البشر قلت له انا قلت سيد الرئيس على ما نعمل عمر ما بالطبع بلحت... نحترمك جوزي جامي مونكيت ريسبي كاسكو جوزي في كاسكو اون فوزا راكونتي قال لي مانيش قاعد تكتب قلت له انا اه على الكتيبه على الكتيبه قاعد نكتب على المسيره تاع الطاهر بن عمار اللي هو والدي قال لي فيما بعد باش جو باس سو دي ديتاي يقول لي اللي بالحرف الواحد يقول لي انتم ما تحبونيش قلت سيد الرئيس انت اعرف العارفين كنا نحبوك و اون افي فهمت بوكو دافيكسيون بوكو دادوراسيون بور فو مي لو جور مالوريزمون في جوتي مي بارون اون بريزون على السيمان على مرض الله ما بقيناش نحبوك سيد الرئيس وهذه الحقيقه المره اللي ما اخترناهاش كنا نخيروا ونبقى ونحبوك واجهتوهاك بهذا الكلام بهذا الكلام وجاوبني هبط راسه وبعد غزر لي وسماني بالتربيجه كانش يعيط لي كان يتربش بيك؟ يقول لي جدوله يقول لي جدو ولا وزرلي هكا قالي سي موش لا بوليتيك. بو جوبوس سيتي ان في سي موش لا بوليتيك سي موش لا بوليتيك آه. آه. تقريبا 25 سنه قضاهم طي النسيان الطاهر آه، بن عمار دخل في نفق المظلم خرج من كتب التاريخ من التاريخ اليوم وبعد هذا الخطاب في العيد الاستقلال الستين ستين سنة بعد توقيع الطاهر بن عمار لوثيقة الاستقلال شنو تحب تقول لتوانسة اللي في نهاية هذا اللقاء وختامه توانسة توانسة باش نقول لهم الـ الـ اليوم اللي قلته السيد الرئيس باش نعود لك الكلام اللي طلبته قلت قلته السيد الرئيس راهو التوانسة أيتام قال لي كيفاش شنو الكلام هذا؟ هذا في مايو ولا قلت لك 86 قلت وراه التونسي لما يكون صغير بعد يمشي في التعليم العالي الى اخره يبدا عنده رموز يقتدي بها وقلت في تونس ما عدا سيادتك سيد الرئيس يتلفت التونسي باش يقتدي برمز ما يقاش يولي تجبر باش يقتدي برموز اللي ما عندهم حتى علاقه بتونس كذا وكذا وكذا تخشش قالي شنو هي الحكايه هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح قلتو سيد الرئيس لازمك انت تقول تواسه انا هما الرجال اللي صنعوا تاريخ تونس الرجال اللي صنعوا تاريخ الحقيقة هو ممكن التوانسة ما يعرفوش أنه الهادي نويرة كان مشارك مشاركة كبيرة في الحركة الوطنية كان فما برشا رجالات حتى من رجال بورقيبة بعد ذلك ما نعرفوش دورهم في الحركة الوطنية نعرفوهم كانهم وهما في في الحكومات كيف الناس كل نصفتهم أكيد. فما ألف شخص تذكرته هنيا عمر ما تذكر و... وسيل الباجي قايد سبسي لحقيقة سيد رئيس الجمهوريه في خطابه انصف اسماء عديده رد لهم الاعتبار وكذلك ابناء الكثير من المقاومين والمناضلين اللي باقي يلوجوا وينتظروا في فرصه انصاف في فرصه رد اعتبار حبا نوجه تشكراتي لسياده الرئيس اللي بالشهاده الادبيه قد نعتبرها شهاده ادبيه وشهاده حق اللي ادلى بها يوم الاحد 20 مارس أه تجاه والدي بالطبع وتجاه المناضلين أه وتوا انا بودي وان المؤرخين يقوموا بالواجب نتاعهم. شكرا لك سي بن عمر على كل هذه التوضيحات في حق الوالد سعيده بهذا الرضا بين ظفران لرد الاعتبار لشخصية في قيمة وهامة الطهر بن عمار الرئيس الطهر بن عمار الدور الآن للمؤرخين وكذلك لوزارة التربية لإعادة إدماج الطهر بن عمار وغيره ممن من, من هذم جانبهم التاريخي يعني ودورهم في ملحمة النضال الوطنية دوره اذا ان يدمجوا في الملحمه الوطنيه وفي تاريخ الحركه الوطنيه. الرشفه الاخيره لهذا اللقاء مشاهدينا ننتظركم الاسبوع المقبل في حلقه جديده في فنجان جديد في قهوه عربي ما تنسوش تتواصلوا مع بعضنا عبر صفحتنا على الفيسبوك قهوه عربي تكتبوها بالعربي برنامج حواري وسياسي الى اللقاء.